وأقول لأهلي، وأهلي كرام في الفلوجة، في نينوى، في أعالي الفرات، أقول لهم اسهلي يا خيل الله، فكل القيامات قامت. انتفضي يا كرامات الرجال، فهذا زمان البطولة. اطلقي يا بنادق، ارعدي يا سماء، اسعري يا منون. ايتها الجباه الفارعات، ايتها الدماء النازفات، زغردي يا جراح، هلهلي يا حرائر، اهزجي يا بيارق، اوقدي حمما من غضب. يا نينوى، يا عالي الفرات، يا فلوجة، هذا يومكم ايها الرجال، وهو يوم ليس ككل الأيام. ستتلاقى فيها الأعناق بالأعناق حتى يضيق بهم الخناق. إن خيولنا حوارق، وإن وعدنا والله لصادق، وإن سيلنا احترق. يا أبناءه كلها تيك الجديلة، يا أبناءه كلها تيك القبيلة، يا أبناءه العقال، انتفضوا انتفاضة الفرسان، ثوروا يا أبناء الفلوجة قبائل وعشائر مجتمعا، ثوروا على الطاغوت، ثوروا على داعش، فيوم الخلاص قادم. والله إني لأبصره أبواب الفلوجة مفتوحة أمامنا، إني لأبصره نينوى، وعلى مئذنتها الحد باع، قد حلقت راية الله أكبر. والله إننا أمة مستنفرة، آمرة على الردى معمرة، أرداؤها من غضب مشمرة، وساقها في موتها مسمرة. فلينتدب كل دعي معشره، ولا يلم جحيمها إن دمره.